يا لا دمجي يا زبون الجاني، يا لا دمجي يا مقدم الحربية، يا نهار طاش معرب الجداني، نهار طاش معرب الجداني.
يا لادم جيش مقدم الحربية، نهار طاش معرب الجداني، نهار طاش معرب الجداني. I'm a
يا لادم جيش مقدم الحربية، نهار طاش معرب الجداني، نهار طاش معرب الجداني. أبل هجوز ومنة الجنية وقامت راحلية.
شريعه الله. الدنيا رزقك مكتوب فيها، فلا تحرص على الدنيا، احرص على الطاعه والعباده، ستنتقل من هذه الحياه الدنيا للدار الاخره. متى؟ الله اعلم. وهنا نكته سمعوا لها، يقول فيه احضري، انت معي ولا لا؟ فيه احضري يا اثنين بدوا تضاربوا، واحد قتل واحد، قال احضري مجنون، انا ما قاتل احد، ما قاتل احد عشان ما يموت، قالوا احضري في واحد قال مسرع وانقلب ومات، قال مجنون انا مسرع امشي بشويش، قالوا في واحد نام على فراشه ويوم جاوه له ميت، قال خذ من هذا، خذ من هذا، وحنا ادركنا ومن بيننا من مات على فراشه وهو شاب، ولا ندري، لان علم الغيب والموت عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا تغرك من حياه الدنيا. ثم اخواني في الله، ان فيه ظاهره تفشت بين الناس اليوم بشكل عام، وما هي؟ الغيبة. الغيبة رميدك عندك اضحك معك وتسولف معك، ولا من قام عندك في كذا في كذا في كذا، واخذت اغتابه وتقع في عرضه. والغيبة عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذكرك اخاك بما يكره. قال يا رسول الله ان كان في اخي ما اقول، قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وحديث هناك عظيم ايها الاخوه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته: اتدرون من المفلس؟ اتدرون من المفلس؟ قال المفلس يا رسول الله فينا من لا دينار عنده ولا درهم. قال لا، المفلس من ياتي بالصلاه وبزكاه وباعمال طيبه. كمل يا ابو فؤاد. قال المفلس من ياتي بصلاه وبزكاه وباعمال قال مثل الجبال، وياتي وقد ظلم هذا وضرب هذا ووقع في عرض هذا، فاخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فاذا فنيت حسنات جبال جبال له من الحسنات يا اخوان، لكن بسبب الغيبه والنميمه والاعمال هذه توخذ حسناته، فاذا فنيت حسناته قال يا ربي فنيت حسناته، قال خذوا من سيئات صلاته وضعوا عليه وضعوه في الدار. انظروا يا اخواني، ليش ما ارتكب حسنى؟ والله عز وجل يقول في القران الكريم: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. لتكسرن النار، ما بيننا وبين الجنه او النار الا ان يقال فلان مات، بمجرد الموت اما جنه ولا لا، كما اخبر صلى الله عليه وسلم. هذه القيمه. والنميمة ما هي؟ النميمة هي الخالة بين الناس، يجيب أخوك فلان عشان يفرق بينه، أخوك فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا، فحتى يبعد بعضهم عن بعض ويتباغضون ويتهاجرون ويتباعدون. وهنا قصة ذكرها الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر، يقول في رجال عند عبد مملوك، رجال عند عبد مملوك لكنه لما قال يا شاري العبد على ما فيه من العيب، قال واحد وش العيب اللي فيه؟ قال لما، قال لما انا عندي مزرعه وفرصه مغرنه وتربه ابى اشتريها وشراه منه، بقى عندي فتره، يا مرة من المرات قال يا عمة أنا سمعت عمي يبي يتزوج عنك. قالت كيف أنا عمتك؟ قلت يا رجال بس احنا كبار. قال اسمعي مني، أنا سمعت عمي يبي يتزوج.
الله يجزاك خير ولا عمك. راح لعمه قال يا عمي انا سمعت عمتي تذبح. قال كيف تذبح الحر؟ قال سمعت. قال اسمع مني، هذا كيد الحريم، الحرمة بتذبح قلت بالنفس، ولكن لو كان مقدمني ارقد، سوي نفسك انك نايم وجير شقيق وتعين. الشايب كان متعين، لكنها حاطت اياه برغي على راسي، والعدود الضعيفه تاخذ لها شعره من اياه. يوم يثق الشعره والموسم على زوجها قال يا باي الفاجر تذبحيني مثلا ولا تسمع. اذبحها وقامت حرب بين اهل المراه واهل الرجل بسبب شيء ما شيء بسيط وهو النميمه القاله بين الناس. وفي الحديث لا يدخل الجنه نمها. فيا اخواني انتبهوا لانفسكم، انتبهوا لانفسكم، وانقوا انفسكم من النار، وحلوا الغرباء والمسافرين، والنار في الجنه، والجنه ما يدخلها الا طيب. فعلينا جميعا ان ننتبه لهذا ونحافظ على ديننا ولا نسمع كلام الناس. وعليك بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يعرفني واياكم بهذا الدين، ويرزقني واياكم العمل بما يرضي رب العالمين وما هو على سنه سيد المرسلين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا لا دم.
من راس بن جحفاني. يا لا دمج يا شاش بال جنبي يا لا دمج يا شاش بون الجاني. رفع الصوت. ما قصيدة تقول مرحبة الغيب عند أهل الجزائر في إحلال الطيب وفينا الخصائل. والقصيدة مرقعة في القصائد يا شاعر أعرف الكتاب شاعر Oh.
Oh,